ألف مبروك يا فندم، ويا ريت أتعرف باسم حضرتك وبالشركة التي تمثلها ونوع الجائزة. شكرا على ضيافتكم. اسمي حسان أحدب، أنا رئيس التنفيذي لتشغيل الفنادق شركة دور للفنادق بالسعودية. أمثل اليوم كمان شركة مكارم اللي هي براند من شركة دور للضيافة. الجائزة اللي ربحناها اليوم هي تمثل الجائزة اللي أخذناها اليوم هي تمثل فندق الرياض، قصر الرياض بالرياض، وهو فندق مميز للرجال الأعمال والمؤتمرات. إيه شعور حضرتك النهاردة بعد فوزكم بجائزة السفر العالمية؟ طبعا هذا انتصار مش فقط للشركة بس لفريق الفندق بالكامل، فطبعا باسم الجميع بنتشكرهم على جهودهم، وطبعا نتشكر على المؤسسين هالجائزة هاي. شكرا. حضرتك بتأمل ان العام القادم ان شاء الله تحصل على نفس الجائزة، وايه هي استعداداتكم للحصول عليها؟ والله طبعا هلا صار في تحدي، التحدي هو للعمل ومسابرة بشكل أفضل لفوز الجائزة الثانية السنة القادمة إن شاء الله لهالفندق وأكثر فنادق من مجموعة دور للضيافة. طيب حضرتك شايف إن نوع الجائزة مثمر ومفيد للعلاقة التجارية الخاصة بشركتكم؟ طبعا ما في شك، لأنه هذه الجائزة بتشجع الزوار إنه على الإقبال والنزول بفنادقنا أكثر من فنادق ثانية اللي لا يحوز على جوائز، فأكيد هذا كان فرصة وشرف لنا أن نفتخر بهالجائزة هاي. ألف مبروك يا فندم، ومزيد من النجاح والتألق إن شاء الله، وإن شاء الله كل سنة تحصلوا على نفس الجائزة. شكرا جزيلا على ضيافتكم، شكرا، ألف مبروك، شكرا.